ان شاء الله فاكره حالك عم تعملي منيح، ما عم تعطي ابنك سكر لحتى يصير عمره سنتين، وبكره بيكبر وبياكل جنك فود وكيك مع رفقاته وشوكولا، كلها عم تعمليه على الفاضي. جمله كثير بسمعها بس بالاخص بالشرق الاوسط، لانه نحن عنا مجتمع صعب ومجتمع بحب ينتقد، وبحب ينتقد بطريقه منطقيه او غير منطقيه، وبحب يكسر بمقاديف كل ام او يعطي راي اخر بالاخص اذا كنت عم تعمل شيء منيح. مع انه يمكن هذا الشيء هن بينصحوا فيه للعالم انه ما تعطوا سكر، بس اذا انت ما عم تعطي سكر بينتقدوك. هيدي الفكره غلط وبتستفزني لسببين اثنين. اول شيء لانه الام اليوم لما تكون هي ما عم تعطي سكر لطفلها، هي ما عم تعطي سكر لطفلها لانه هي مفكره انه هو ما بحياته حياكل جنك فود، واكيد حياكل جنك فود، واكيد حياكل كيكس، واكيد هدول الاشياء حتكون جزء من حياته اكيد بكميات منطقيه. هي ما عم تعطي سكر لسبب ثاني، لانه هيدي المرحله تاسيسيه. بالمرحله ما بين ما الطفل يكون ببطن امه ويصير عمره سنتين، نحن هاي بنسميها مرحله تاسيسيه او اول 1000 نهار بحياه الطفل، first 1000 days of life. بهيدي المرحله التاسيسيه طريقة تغذية الطفل بتأثر على أكثر من شغلة مهمة. أول شغلة طريقة تغذية الطفل بتأثر على قدي حيكون عنده بدانة بعدين على عمر 40 أو 50، بتأثر على قدي حيكون عنده سكري، بتأثر على قدي حيكون عنده ضغط. كتير هيدي المرحلة بتغير بجينات الطفل، It's beautiful field اسمه epigenetics، لحتى نشوف قدي يعني بتأثر على قدي حيكون عنده أمراض لبعدين. وغير هيك اليوم عنا إذا كل ما تحكي مع أم بتقلك ابني مش كل أم بس نص الأمهات، ابني ما بياكل، ابني ما بحب الخضرة، ابني أقلى معذبني. ليه؟ لأنه كتير أوقات عم نعطيهم كتير سكر من قبل. سو اليوم لما الأم ما عم تعطي سكر بهذه الفترة، هي لأنه عم تسمح لهذا الطفل أنه يطور الفليفر باليت تبعيته ويصير يحب الخضار والفواكه والطبيخ والسمك وغيره وغيره وغيره، حتى ما يكون انتقائي بعدين وهذا الشيء أثر عليه بالبدانة أو أنه ينقص عنده فيتامينات ومعادن أو بس يأكل جنك فود. فهي اليوم عم بتأسس هذا الشخص انه هو يكون هيك. وغير هيك اليوم السكر نحن بنعرف انه هو بأثر على الميكروفلورا تبع معدة الطفل، يعني على البكتيريا الصحية اللي هي كثير خاصة بالمناعة وبالهضم وبالمشاكل الصحية اللي بتصير لبعدين. فهيدي الام عم تعمل هيك لتأسس مش لحتى تمنع الطفل انه هو ياكل اشياء لبعدين. هيدي الارجيومنت it does not make sense ولا خاصة بالدنيا. والشغلة الثانية انه اليوم هيدا الطفل إذا أكل ماكدونالدز مع رفقاته، كريم هلأ عمره 6 سنين أكل مرتين ثلاثة، من هو ليصير عمره 18 ما بعرف ممكن يأكل جنك فود 500 مرة، بس اليوم هيدا الطفل لما أنا أسس له بطريقة صحيحة وبيأكل خضار وفواكه وطبيخ وكل شيء بهيدا الطريقة المنيحة، لما هو يجي يأكل جنك فود على الويكند أو هو يأكل كيك أو يأكل شوكولا، هي ما حتأثر على صحته، لأنه هو أول شيء أساسه قوي مثل المبنى لأساسه قوي. وغير هيك بالنهاية بياكل اشياء صحية كتير، فأنا لما الطفل ياكل جنك فود مرة بالأسبوع مش مثل لما ياكل سكر كل يوم، لما ياكل جنك فود على عمر 3 سنين مش مثل لما أنا ولا عم أعطيه شوكولا كل يوم هو صغير، لأنه ولا يابا ما بعدين حياكل خلينا أعطيه من هلأ. هذه الفكرة منها منطقية، والطفل اللي بيأسس صح أصلا قراراته بتكون صحية أكتر أو عم ياكل جنك فود هالقصص بكميات أقل. بالنهاية منا هالجنك فود مرة أو هالكيك مرة اللي هو حيأثر على طفل كل حياته. أنا شخصيا ضد إنه نحنا نمنع الطفل إنه هو يأكل كيك بالمدرسة أو يمنعه يأكل عيد ميلاد رفيقه أو إنه لا حطوه بأوضة تانية وقفله عليه، لا هذا شيء غلط. طالما هو المدرسة منطقية يعني عيد ميلاد واحد بالأسبوع مثلا أو عيد ميلادين بالأسبوع this is fine، عم بيروح على عيد ميلاد على الويكند عم بياكل جنك فود this is fine as long as هيدا الطفل عم بياكل بطريقه صحيه خلال الاسبوع وان جنرال واساسه كثير قوي وصحي. فالتاني مره تجيكي وحده او واحد بيتفزلكوا عليكي وبيقولوا لك انه ما بكره حياكل جنك فود ما بعرف شو، ليه؟ لا انا مش شغلتي اتحكم باكله كل حياته، انا شغلتي اسس له بطريقه صحيحه وهيدي مسؤوليتي كأم انه انا اسس له بطريقه صحيحه لما اكون انا قادره اتحكم بالاكل وقراراته بعدين هي حتكون احسن هو حرفياً.